أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. شنو معك؟ مبروك على الخلفية الجديدة مع التصوير، مثل ما جاي تشوفوا هاي الزرقة. على العموم نكمل سعدنا والصندوق بهذين المواد اللي هن علاجات أمريكية مثل ما جاي تشوفون. طبعا هذين المواد هن مكملات غذائية مو دوائية، ف يعني مثل الأعشاب. عندنا هنا متوفر للبيع مباشر هذا اللي اللعبة اللي اسمها ويت هيت، راح نشرح لكم عليها بعدين مثل ما جاي تشوفون الصور بها. هاي مثل العود تسحبهن، واللي إذا حظك مزين يوقع عليك المي. هنا عندنا همات علاجات أمريكية مال فيتامينات مال أطفال مثل ما مكتوب أقبالكم، مثل ما جاي يشوفون بالصورة. طبعا يقدرون يطلبون من أمازون أو من إي باي بالجملة أو المفرد. هنا عندنا هنا ملابس مال الأطفال مثل ما مبين هنا بالصورة، كلهن هذني. طبعا هذني ماركة ونوعية زينة، يعني أكيد مو مثل الموجود. أي شيء تردون تطلبون، كل اللي عليكم أنه تراسلونه لو على الفيسبوك لو على الإيميل لو على الفايبر أو الموبايل. هنا عندنا تكلمون حذاء، طبعا هاي مال ماركة مال نايك مال لاعبين، اعتقد صاحب الاحذيه يلعب بنادي او هيك شيء، مبروك عليه الاحذيه. طبعا مثل ما جاي تشوفون هاي حذاء ثانيه، طبعا جودتها ممتازه. هنا عندنا هذا جهاز مال محاسبه او هيك شيء، طبعا وزنه كل شيء ثقيل تقريبا بال 30 باوند. مثل ما جاي تشوفون هذا جهاز اصلي، يعني ما اقدر اطلع من العلبة مالته لان كل شيء ثقيل. عندنا هنا الصندوق الثاني، خلينا نشوف جايتنا بيه مواد. قدامكم تشوفون هذا صابون، طبعا صابون مال وجه ومال جسم، فد نوعية رهيبة كلش ممتازة. هذا مو للبيع المباشر، اكو مجمع موصي، فاي محل او مجمع او مكتب يحب يوصي شغلات يبيعهن هم نقدر نجيب لها باسعار زينه. هنا عندنا استوديو مايكروفون اللي هو مال تسجيل الصوت مال قنوات يوتيوب او استديوهات مثل ما واضح امامكم بالصوره، هذني كل المعدات وياه. عندنا هنا شنو عندنا هنا؟ هذني الكرات، هذني الكرات مال اطفال اللي نحطن بحوض واللي يقعدون الاطفال بنصهم ويلعبون بيهن. طبعا اسعار هنا اقل من ما موجوده هنا ونوعيتها ممتازه. هنا هذا الصابون شرحنا عنه من اول. خلص هذا الصندوق. عندنا هنا الصندوق الثالث اللي هو طبعا كله عباره عن لعبه، مجموعه العاب طبعا هي مال البنات اللي هي مال باربي مثل ما واضحه معكم بالصوره. هاي كل الغراض موجوده بهذا الصندوق. طبعا هذا صندوق مختص يعني كامل لهاي اللعبه، يعني الصورة واضحة ما يحتاج اشرح عنها شيء. بس احب اذكر انه اذا تحبون تطلبون اي شيء من امازون كل اللي عليك انه تراسلنا على الصفحة واحنا راح نكمل وياك الباقي. واحب اذكركم انه عندنا هواي مواد متوفرة للبيع المباشر جايبيها من امريكا من امازون وما متوفرة باي مكان ثاني بالعراق، ودائما الاشياء الموجودة اللي عندنا يعني قصدي اكو توصيل لكل المحافظات والدفع عند الاستلام. هاي بالنسبة للبيع المباشر. عندنا هنا الصندوق اللي اعتقد الرابع، نكمل نشوف ايش بيه. اوه هواي غلط، صندوق كبير هذا. عندنا هنا أنا مجموعة من العلاجات الامريكية اللي هو هذا نيرو اتش دي. مثل ما واضحة امامكم، قرص مال لعبة مال اكس بوكس 360 فيفا، طبعا هذين اقراص كلهن اصليات. هنا ايضا لعبة مال اكس بوكس 360 مال انجاستيس. هنا ايش عندنا بعد؟ هنا بلوتوث هذا مال الحاسبة، كفر مال موبايل اعتقد مال ايفون، اعتقد مال ايفون. هنا عندنا حامية مال شاشة مال سورفس برو. هنا ايضا عندنا مجموعة فيتامينات وعلاجات امريكية مثل ما بين للاذن ضعاف السمع. هنا ايضا مجموعه من علاجات امريكيه،
طبعا اللي يحب يطلب جملة أو مفرد احنا موجودين وتدللون. ان هنا بوب فيجرز متوفر للبيع المباشر، هنا مال الارو ومال الجوكر. طبعا الجوكر انباع يعني بعد قبل اول ما فتحنا الصندوق كانوا يمنا ناس واخذوه اشتروه، اللي بقى بس مال الارو. ان هنا المتوفر ايضا للبيع المباشر البوب فيجر مال نايت كينج، نايت كينج مال جيم اوف ثرون، اكيد هواي يحبوه هذا، وطبعا هذا شخصية مشهورة. والبوب فيجر يعني لقيت منه قليل بامازون، فاللي يحب يطلبه خليه يطلبه بسرعة. مجموعة من العلاجات امريكية مثل ما بينه. ان هنا هذا كتاب مال اعتقد كتاب طبي او كيمياء حسب ما مكتوب مال الانزيمات. على العموم اي نوع من الكتاب نقدر نجيب لكم، سواء كتاب دراسي او كتب يعني قصص او مانجا او انمي، اي شيء تحبوه احنا نقدر نوفره. هنا عندنا ساعة مارك كي جي شوك، هنا عندنا هذا اتنشن، هذا ايضا قلنا علاج امريكي شرحنا عنه سابقا. هنا هارد مال الحاسبة، طبعا حصلنا عليه بعرض فكان كلش مخفض. هنا علاج مال القولون مثل ما بين بالصورة قبالكم، طبعا كلن هذني ميد ان يو اس اي واصليات. هنا فيتامينات للشعر مثل ما بين قبالكم، طبعا اي شيء تقدرون تطلبون، مواد غذائية، مكملات غذائية، ادوية، العاب، ملابس، الكترونيات، كلها نقدر نجيب لكم اياها من امازون. كل اللي عليك انه تدزلنا رابط المنتج اللي تريده على الفيسبوك او على الايميل واحنا راح نكمل وياك الباقي. هنا هذا لوتين اعتقد اسمه، واللي يساعد على تحسين النظر. فيتامين سي، هذا سيروم مال فيتامين سي. هنا حسب ما واضح بالصورة اعتقد هذا منحف. هنا عندنا هذين مثل الجفوف مال على شكل بزونة او هيك شيء، واعتقد هذين يشوف نسائية. انا هنا الحلاوة المعفنة البين بازلد، طبعا هاي متوفرة للبيع المباشر. طبعا اللي يسأل شنو معفنة، طبعا مو هي معفنة عفنة بس لها مثل الاسم هذا. هنا فاونديشن، هذا متوفر للبيع المباشر، طبعا هذا ماركة ميبيلين وارخص ما موجود بالسوق بهواية، فاللي تحب تطلب من اخواتنا خلي تراسلنا على الصفحة. عندنا هواية شغلات متعلقة بالمكياج متوفرة للبيع المباشر من ماسكارا وباودر وغيرها. هنا هذا اعتقد كريم جول، يعني حسب ما اعرف بالضبط. هنا يعني حسب ما واضح بالصورة يزغر الخشم. اللي خشمه كبير خليه يشتري يزغر. هنا عندنا مال حواجب صناعية، العفو رموش صناعية، هيدفون. هنا أنا أيضا هيدفون. هنا عندنا هاي الهارمونيكا، طبعا هاي مال الموسيقى اللي نفخون بها يطلع موسيقى، أكيد هواي منكم يعرفوه. هنا أنا مثل الزعانف مال السباحة، هاي تلبس بالإيد هيجي وتساعد بالسباحة. كفر مثل ما مبين مال موبايل بس مبين عليه يعني فتش شراقي. هنا عندنا اللوت كريت، اللي ما يعرف شنو اللوت كريت راح نسوي عليه فيديوهات ان شاء الله خلال هاي الايام القادمة، يعني ما نتأخر عليكم بيه، راح ننزلكم فيديو مع اللوت كريت على القناة، تابعونا على هاي القناة، اشتركوا وفعلوا الاشعارات هذا الجرس. هنا عندنا هاي جويستيك مثل ما بينه بالصورة، يعني تربطها على الموبايل. هنا مجسم مال سباون، هاي لعبة مثل ما جاي تشوفوها، طبعا صارت بسرعة. هنا عندنا مثل الفرج، العفو هنا فرج لكن مال اللسان، مو للأسنان، للسان. هاي مثل ما واضحة بالصورة. هنا ايش عندنا بعد؟ عندنا هنا السيرفس برو 3 مثل ما واضح أمامكم بالصورة، الجهاز هذا المشهور من مايكروسوفت. هنا عندنا الكور i7 اللي هو المعالج
مع الحاسبة. قطع غيار. قرص مال الاكس بوكس 360 هاي اللعبة. طبعا هذا اصلي مو مثل هذني الموجودات عندنا ابو 1000 ونص. اصلي هذني. هنا هاي محفظة جلد. طبعا مبينة كلش في الشراقي. ان هنا مجموعة علاجات امريكية ايضا اعتقد هذا للقولون وللمعدة. عندنا بعد عندنا هنا كنترول مال. طبعا هذا كنترول دور عليه الولد مالي قبل العراق. هنا هذا ايزي كاست اللي هو يبث من الموبايل للحاسبة حسب ما مكتوب. العفو من الموبايل للشاشة. هذا اصباغ غذائية. هذا تعرفون شنو هذا. ما يحتاج فعاليه. هنا عندنا هذا الباتل فيلد 1 كولكترز اديشن. يعني هذا فشي راقي فشي كلش رهيب. طبعا وزنه كلش كبير. اللي يسأل سعره ليش غالي بسبب الوزن مثل ما جاي تشوفون راح نسوي لكم عليه فيديو قريبا. يعني سعره العفو وزنه تقريبا بال 15 باوند. فاللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة. هذا متوفر للبيع المباشر بكل هذني محتوياته. طبعا كمية محدودة جايبين بس 2 واحد محجوز وواحد للبيع المباشر. اللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة بأسرع وقت قبل ما يحجزوه غيره. عندنا هنا هذا الصندوق الرابع اعتقد. هنشوف شنو عندنا بيه غراض. اوه كبير هذا هو غراض بيه. طبعا اكرر انه عندنا هواي مواد متوفرة للبيع المباشر من ضمنها مواد الانمي مواد جيمينج. عندنا بعض الالكترونيات هم متوفرة للبيع المباشر. راح احط المواد المتوفرة للبيع المباشر بالوصف مال الفيديو. هنا عندنا هاي ملابس مال اطفال على شكل هذا باندا دب. عندنا هنا مايكروسوفت سيرفيس برو 3 هذا طبعا مثل ما جيت تلاحظون ريفربشت مكتوب عليه. هذا مجدد وسعره ارخص من الجديد بهواية. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر اكيد هاي الشخصيتين المشهورات. راح الجوكر. عندنا هنا مال هارلي كوين. وهنا عندنا مال جوكر. طبعا هذني متوفرات للبيع المباشر. اللي يحب يطلبهن خير احسن. اكو توصيل لكل المحافظات والدفع عند الاستلام. رام مال موبايل سامسونج. هنا عندنا هاي العدسة اسمها تامرون. طبعا عدسة راقية هاي وسعرها يعني تقريبا بالالف دولار حسب ما اذكر. مجموعة علاجات أمريكية وفيتامينات ومغذيات. عندنا هنا مايك مال تسجيل. هذا مثل ما بين بالصورة يعني ما يحتاج اشرح عنه. هذا اني مع الأجهزة مع القياس اعتقد مع الضغط حسب ما انا فاهم بس ما متأكد. هنا مجموعة علاجات أمريكية هاي للأعصاب. يعني مغذيات وفيتامينات. عندنا هنا هذا ال هنا عندنا هذا المشد مع الجسم مثل ما جاي تشوفوا قدامكم بالصورة. عندنا هنا هذني اللي قلت لكم عليه اعتقد مال ضغط او هيك شيء. هاي متوفره للبيع المباشر اللي اسمها بوم بوم بالون. اسمها حلو. مثل ما بين قباكم بالصوره بالونه. راح نسوي عليها فيديو همات قريبا ان شاء الله. هنا عندنا هاي فرشه مال تنظيف مال شو اسمه مال اللسان وياها المعجون مالتها. هنا ساعة اصلية اللي هي اعتقد تايمكس هاي. طبعا هي ساعة اصلية او ماركة. ان هنا H2O نينجا. هذا قناع مال سباحة مثل ما مرسوم بالصورة. هذي اقباطكم قناع مال سباحة. هنا عندنا هذا الهيدسيت من لوجيتك. طبعا هذا هواي مشهور وهواي صارت عليه طلبات ونوعيته كلش ممتازة. اللي يريد هيد سيت مضبوط خليه يشتري من هذا.
عندنا نعناع، هذا ايضا قناع مال السباحة. طبعا هذين اغراض السباحة يعني شوية غاليات، مو يعني مو ارخص، اكيد ارخص من الموجودات هنا بالعراق هاي، اذا موجودات اصلا. اللي يحب يطلب هيك شغلات خلي راسلنا على الصفحة. عندنا نا هذني اشرحنا عليهم سابقا، وايرات مال الحاسبة، عندنا نانا بعد رامات مال الحاسبة مثل ما مبين قدامكم بالصورة. نان هذا الكيوب اللي هو مال الألغاز والبازل، أكيد هواي منكم تعرفوه، أنا ماكو داعي أفتحه بعد. شعدنا بالله بعد، ها عندنا هنا باركود ريدر، هذا اللي يقرأ الباركود على المنتجات، أكيد أهو هواي منكم شايفيه بالمولات لما تشتري شيء يقرون الباركود مات. شاحنة مال الموبايل، طبعا هاي أصلية مو مثل هذين الموجودات هنا. نانا الإضاءة Advanced Lighting، هذا يعني مثل ما بين بالكم بالصورة، جاي شوفوها أكثر شيء يستخدموها للحاسبات. لعبة مال دافنشي كود، طبعا هاي اللعبة أصلية يعني مو هذين الموجودات، يعني ما تشتغل على الأجهزة الاعتيادية. أقراص مال إكس بوكس 1، طبعا اسعارهن اقل ما هنا أنا موجودات، ولو هن شوية قديمات بس اسعارهن اقل. اللي يحب يطلب من عندي هيك شغلات خلي راسلنا على الصفحة، طبعا نقدر نجيب جديد ومستخدم، فاللي يحب يطلب اقراص مستخدمة واكيد اسعارهن رخيصة خلي راسلنا على الصفحة. مثل ما بين اقبالكم هذا الاقراص مال اكس بوكس 1، معالج مال حاسبة كور اي 5، طبعا هذا ويا يعني المروحة مالته مو بس المعالج وحده فشوية ثقيل. هنا شعدنا ملابس مال اطفال مثل ما بين اقوالكم بالصورة، مجموعة ملابس مو بس يعني شغلة واحدة، هاي اقوالكم هواي شغلات بيه. مجلة مال بي سي جيمر، مثل ما جاي اشوفها اقبالكم هاي، طبعا متوفرة للبيع المباشر. هنا مجلة اعتقد مطيناها هدية او هيج شي ما اعرف يعني. هنا الانكر هذا الشارجر شاحنة، هنا قطعة غيار مع الدراجات، عندنا هنا كتاب ايضا مع الانزيمات، ايش عندنا بعد، عندنا هنا هذا الكيوب نفسه بس اعتقد هذا ملون او هذاك ملون ما اعرف، مثل ما جاي يشوفون هذا النمال الالغاز. كاسيو هنا عندنا هاي ساعه ماركه اكيد مشهوره، هوايكم يعني هواي منكم تعرفوها الكاسيو، ساعه مشهوره. عندنا هنا كرمون حذاء، طبعا هاي الحذاء همات اصليه وماركه نايك، فشي كلش رهيب. عندنا هنا ايضا حذاء، واو راقي هاي، هاي مال تتخلى بالمعرض يعني ما تلبس. والله فشي راقي كلش حلوة، يعني حتى مالتها الخامة والملمس مثل ما جاي يشوفون. عندنا هنا هاي هذني همات مال السباحة، هذني تلبس بالرجل مثل ما جاي يشوفون، شوش كبرها طبعا هاي للسباحين، اكيد نوعيتها ممتازة وفشي زين مو مثل هذني الموجودات. عندنا هنا كوميك بوك مال هارلي كوين، طبعا هذا متوفر للبيع المباشر، اللي يحب يطلبه خلي راسلنا. هذا الكوميك بوك مال هارلي كوين، متوفر للبيع المباشر. عندنا هنا بعد فريش بريث، هذا مجموعة ادوات مال على مدة تخلي واحد النفس مالته يعني ريحته طيبة، للأسنان وللفم وللسان. عندنا هنا كريم سنو وايت متوفر للبيع المباشر، هذا كريم لتبييض البشر،
تبييض فوري للبشرة. هواية قطع طلبوا عليها، اللي يحب يطلب خلي راسنا، أكثر شيء يستخدموه للنساء. عندنا هنا نعتقد هاي النظارات، أي صحيح نظارات مثل ما جاي أشوف أقواكم. عندنا هنا الفيجر البوب فيجر مع جون سنو، هذا أيضا متوفر للبيع المباشر، اللي يحب يطلبه خلي راسلنا على الصفحة. طبعا هذا عليه كلش طلب هواية، فأعتقد ما يعني ما أعتقد تحصلوه. هنا أنا شوكينج لاير، يعني مثل ما بين بالصورة مثل الكاشف الكذب، إذا تشذب يكهربك. ما أدري شلون يشتغل صدق كذب ما أعرف يعني. تقدرون تشيكوه باليوتيوب أكو فيديوهات عليه. عندنا هنا أنا هم متوفر للبيع مباشر مع الأولي، هذا بي علاج للرموش وللهالات السوداء تحت العيون. عندنا هنا الشامبو مع الماء مع الخيول، طبعا متوفر للبيع المباشر، اللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة وسعره مناسب مو غالي. مثل ما جاي يشوفون جايبين كمية من عنده وكل هذا متوفر للبيع المباشر. ايش عندنا هنا؟ هذا مال شعر اللي هو خصل مال شعر هير اكستنشن، مثل ما جاي اشوف اقباكم بالصورة. عندنا هنا بعد بالنهاية حابة اقول لكم اذا عندكم سؤال او استفسار او اي شيء تقدرون تراسلونا على الصفحة وتستفسرون. بالنهاية احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.